حلم بيها خمسة وزرعوها وسعوا في تحقيقها، وشافوا الشجرة بتكبر يوم بعد يوم، ومع الوقت الشجرة ما بقتش ليهم لوحدهم، دي بقت مكان لأكبر عيلة في الجامعة. 8 كوميتيز ب 150 ممبر، 3 وركشوبس ب 100 بارتيسيبنتس. الفكرة غيرت لهم حياتهم، غيرت حياتهم 180 درجة. 3 ادتهم المعرفة، وهم تعبوا اجتهدوا سعوا لاجل توصيل الفكرة، وفي النهاية عملوا 3 موبايل ابليكيشن. وهي دي قصة 3. اهلا بحضراتكم مرة تانية. 3 نتكلم هنا عن شجرة، لكنها شجرة مختلفة، شجرة من الإبداع، ليها فروع وكل شوية بتنبت نوع وشكل مختلف من الإبداع. 3 هو فريق من 5 طلاب، أو هكذا كان في البداية، 5 طلاب في سنة 2013 حبوا يعملوا فريق سموه 3 لعمل الموبايل أبليكيشن، لأن هم لقوا أنه هذه الفكرة بتجتاح العالم كله، وأصبح في شركات على مستوى العالم وستارتابس أصبحت أو تحولت من تكون شركة ناشئة أو ستارتاب لأن هي تكون من أكبر المجموعات العالمية وبزناياتها بالمليارات. هم عندهم هذا الحلم أنهم يدخلوا مصر، زي طبعا سهامات مجموعة أخرى من الشباب، لكن هم تخصصوا في هذه القصة، ورغم يعني اختلاف بعض مجالات الخبرة لديهم إلا أنهم استعانوا بفريق آخر وفريق كبير حتى أصبح عندهم منتج. ووصلنا لكام أبليكيشن دلوقتي؟ 7-8 أبليكيشن مع حلول عام 2018. خلونا نرحب بأعضاء فريق 3 في الاستوديو معنا النهاردة. ليديز فيرست، هنبدأ أيضا معاكي بدينا نبيل عضو فريق 3، أهلا وسهلا بيكي. وكمان بعلاء حسن علاء أهلا بيك يا حسن. أهلا حضرتك، نورتونا حضرتك. إيه حكاية 3؟ مين هم فريق 3 وليه موبايل أبليكيشن؟ هو دلوقتي كل حاجة أصلا بقت على النت، يعني كل حاجة دلوقتي بقى بنستخدم موبايل أبليكيشن، يعني كل حاجة في حياتنا بقت عبارة عن موبايل أبليكيشن يعني. بس فشايفين الفكرة دي تنجح جامد جدا يعني في مصر، بس هي ملهاش دور كبير في مصر، فاحنا عايزين نطورها. بس يعني ده ازاي بقى بنعمل الحاجات دي؟ ازاي بنجيب الطلاب ونعلمهم ازاي يعملوا، ازاي يبدأوا البيزنس بتاعهم عن طريق موبايل ابلكيشن. ده بيتم ازاي؟ عن طريق 4 وركشوبس، بزنس استراتيجي ويو اي واليو اكس والباك اند واندرويد ديفلوبمنت. بس بنعلمهم بقى ازاي يطبقوا فعلا الاب دي على ارض الواقع ويطلعوها. بس وانتوا الفريق مين؟ يعني انتوا لميتوا بعض منين؟ انتوا بقى قد ايه مع بعض؟ اللي عمل 3 في الاول هو كان عشان نشاط طلابي كده جامعه القاهره، كان الناس بدات تعمله، ما كانش كبير طبعا. بداوا يجيبوا طلاب من جامعه القاهره او من جامعات تانية ومن كليات مختلفه جدا طبعا، وقسموها مقسمينها جوه احنا، يعني كل واحد ليه وظيفه من الاخر، كوميتيز كلها مختلفه، كل كوميتي ليها شغل معين بتعمله، علشان تطلع اللي هي الميشن والفيجن بتاعت 3 في الاخر، اللي هي تعمل موبايل ابلكيشن في مصر يوصل للعالم عامه، او ان تخش مصر، دخل مصر في مجال اندرويد ابلكيشنز والكلام ده كله. بس طيب. بس انتوا في كليه تجاره. بس الموضوع ده متخصص شويه على كليه التجاره، يعني مش انتوا ما بتدرسوش الحاجات دي؟ اكيد. يعني ده جزء منها ويب ديفلوبينج واندرويد سيستم. طب عملتوا ايه؟ هل انت عندك المعرفه دي ولا اكتسبتها؟ احنا اوريدي عندنا ناس من حاسبات ومعلومات وهندسه والكلام ده يعني، فاوريدي عندنا ناس عندها فكره عن المواضيع دي يعني، بس احنا بنتعلم من بعض يعني. مثلا زي بزنس استراتيجي ده احنا ليه علاقه شويه بالتجاره، الاندرويد ديفلوبمنت ليه علاقه شويه بالحاسبات والمعلومات، يعني بنجمع من بعض ونتعلم من بعض يعني. التيم بقى قد ايه مثلا دلوقتي؟ احنا دلوقتي 165 ما شاء الله. وبدأ بكام؟ تخصصات بقى مختلفه وكده وناس بالظبط. كلنا من كليات مختلفه واقسام مختلفه، وبتبقى في ناس متخرجه برده معانا يعني، ما شاء الله. مش لازم كلنا نبقى في كل جامعه يعني، لان مثلا وظيفه البيزنس مثلا عندنا ازاي مثلا يعمل البيزنس بلان، ازاي هيعمل الماركتنج للابس ده، ازاي هيعمل له فاينانشال كويس ليه، فكل الكلام ده كله بيخدم الاب. فهو كل واحد اللي هو درسه او اللي هو بيعرف يعمله بيخدم بيه في الاب، لان الابس مش مجرد تكنولوجي بس، هو فيه كذا حاجات تانية قبليه عشان يطلع كابس قدام الناس كلها على السمارت فون والكلام ده كله. زي ايه بقى؟ بقول ادي نفس الحاجات مثلا. اي مثلا حاجه، انا مثلا عندي فكره ازاي اجنريت الايديا بتاعت لنا، اذا انا فاهم ادور على مشكله في المجتمع وافكر لها في حل فكره اب، لان اي اب موجوده مثلا على بلاي ستور وده كله بتبقى حل المشكله. حل المشكله بس، فانا ما اطلع المشكله واحلها،
ازاي بقى ابدا اعرفها للناس، ازاي ابدا اجيب لها فلوس، ازاي ابدا اعمل لها مثلا حته تبدا تجيب لي ربح قدام، بس طيب. ازاي اسوقها وكده. طب احنا اسمحوا لنا نقطع مع حضراتكم بس هنروح نشوف مشهد مهم جدا دلوقتي بيحصل في مصر. المتحف المصري الكبير بيشهد مراسم استقبال لعمود الملك مرنبتاح، تعالوا نشوفها بصوره حيه مع حضراتكم. طيب المشهد ده طبعا هم دي عمليه معقده طبعا لنقل اثار بتتميز بالضخامه بهذا الشكل. هنتابع معاكم المشهد ده على اون لايف مدار اليوم، بس خلونا نكمل مع فريق تي. هذا الفريق اللي بدا بخمس طلاب وانتهى ب 165 طالب ما شاء الله، واصبح ليه انتاج كبير، يعني بتقولوا سبعه او ثمانيه ابلكيشنز دلوقتي. ادونا فكره عن الابلكيشنز، اكيد حد بيسمع هينزل الابلكيشن دلوقتي يبدا يشوف الابلكيشنز دي كلها مصري طب ادونا فكره مثلا قول لنا تمام فكرة. هو في سوبر باز، سوبر باز ده انت بتحط فيه كل احتياجاتك اللي انت عايزها مثلا في اليوم، تعمل ليست كده بكل النيدز بتاعتك ومثلا ماشي في المعادي او اكتوبر او وات ايفر المكان اللي انت فيه، بيجي لك باز مثلا ان الدواء اللي انت عايزه في الصيدليه دي او مثلا الشوز اللي انت عايزاها مثلا في المحل ده، فهو بيديكي باز او نوتيفيكيشن بكل الحاجات اللي انت عايزاها وانت ماشيه في الطريق كده، بيقول لك از ريمايندر يعني بيفكرك ولا لا عارف يعني انت في المكان دلوقتي مثلا انت عايزه شوز معينه مثلا الشوز ده في المحل ده، فهو يقول لك مثلا مكانها فين فاهمه بس. وفي فيمس بوت ده لو انت عندك تالنت مثلا معينه بتغني مثلا او بتعزفي او اي حاجه بتنزليه على فيمس بوت، ومن الكومنتس والريتس بقى طبعا الناس بتعرفك وكده طبعا لو انت فيمس بوت بس دي ليها علاقه بالمواهب شويه. وفي اوتس لو انت مثلا معاكي بادجت معينه عايز تخرجي بيها بتحطي البادجت بتاعتك في الفرايتيز ممكن تخرجي بيها فين وتشوفي بقى المكان انت عايزه تروحيه. وفي جامبر هو شبه برضو اوتس بس ده سفر بقى، يعني برضو بتكتبي البادجت بتاعتك قد ايه وبتسافري بقى المكان اللي انت عايزاه. في كان برضو معمول سكيب، سكيب ده برضو كان مثلا لو انت في زحمه ولا حاجه في مصر بالذات طبعا المشكله دي كتيره كان بيقول لك مثلا اقرب طريق يخرجك من الطريق اللي انت فيه حالا وتروحي وتروحي اللي انت يعني انت بقى وجهتك او المكان اللي انت رايحاه. وكان في راديو مصر ده كان راديو مباشر، ده كان راديو تبع جامعه القاهره كان اتعمل له ابس برضو كان بيعرض كل اي حاجه بتحصل جوه جامعه القاهره، وبس تقريبا دول اللي شغالين حاليا دلوقتي. يعني هل الابلكيشن دي انا بحاول يمكن اشوف الابلكيشن وانا شغال معاكم كمان دلوقتي، هل الابلكيشن دي انتوا عاملينها بفلوس ولا مفتوحه للجميع؟ ما هو ده برضو مشروع بزنس تمام. يعني لا هي موجوده فري على البلاي ستور بس هي طبعا بتكلف، يعني لما الفكره في الاخر ان تري الناس اللي بيطلعوا بيتقسموا تيمز، كل تيم بيبقى عنده فكره الفكره دي بتعمل كونفرنس في الاخر ويتعرض للناس ويجيب مانجرز موجودين ويكونوا حاضرين، والفكره اللي بتبقى فعلا مجديه او فكره فعلا جديده بتتمول من المانجرز دول فهي طبعا بتكلفهم في الاول بس هي بتنزل للناس فري. بس انتوا قدرتوا تعرفوا على الاقل في الفتره اللي فاتت عدد الناس مثلا نزلت الابلكيشنز دي بيطلع لكم رقم يعني تفاعل الناس؟ بيطلع رقم زي الابلكيشنز ده كم واحد نزله مثلا بس طبعا في دلوقتي في الالوفات يعني عشان طبعا لسه في الاول. اكتر ابلكيشن ايه اللي انتوا عملتوهم تحسوا الناس سبوت لايت عليهم قوي؟ يعني هو جامبر تقريبا لان هو سفر كتير قوي للناس والكلام ده كله، وكل سنه واحد عايز يسافر بره، انا هسافر بره طب انا هتكلف قد ايه؟ هتكلف قد ايه؟ اقعد فين هناك يكون مثلا في متاح ليا امكانياتي بالظبط وهكذا. ده تقريبا كان في تفاعل حصل فيه كتير يعني. ده حلو الناس مهتمه كمان. انتوا ليكم مقر او مكان معين ولا بتشتغل كل واحد وركينج فروم هوم كده او كل واحد اللي يقدر يعمله يعني؟ لا هو احنا ساعه الاشرنج كان المقر بتاعنا تجاره انجلش لكن احنا بقى لو في ميتنجز او اي حاجه بنعملها في سنترز بره الجامعه بس لكن ده. مفيش مكان محدد بنقعد فيه يعني. طب بس كل واحد يعني كده بتشتغلوا من البيت يعني بتجمعوا افكاركم كده مع بعض؟ يعني كلكم مش بتشتغلوا كلكم ازاتيم مثلا 165 دول ما بتقابلوش كلهم في العادي يعني؟ لا ساعات بيتقابلوا، لا ساعات بيبقى في جنرال ميتنج، لا ساعات كلنا بنتقابل عشان مثلا بيبقى في مثلا ايفنت عندنا او حاجه بتقسم الشغل بقى على كل واحد فينا. لا ساعات بيبقى في كده ابلكيشن يكون ليه علاقه شويه بالاطفال الكبار شويه يعني مش الاطفال
3 4 5 سنين يعني اللي هم بيقدروا دلوقتي يعرفوا ينزلوا ابس يعني وما وصلناش للتينيجرز عارف في 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 مرحله كده بيكونوا هم اصلا تحس ان هم علماء كده في في التكنولوجي بس تحس ان انتم تعرفوا تخدموهم كلعبه مثلا او كحاجه زي فانل ليرن مثلا ممكن تبقى لعبه ممكن تبقى حاجه ريليتد للمناهج بتاعتهم في المدرسه حاجات توعويه مثلا فكرت في حاجه كده هو الفكره ان احنا يعني كل تيم بيقعدوا مع بعضهم يشوفوا فتطلع فكره فهي مثلا مش بقى مثلا واحد هيطلع فكره واحده بس يعني مثلا انا مثلا انا مثلا معايا مثلا 5 6 كل واحد انت عندك مشكله ايه طب انت بتفكر في ايه لا دي هتبقى مهمه دلوقتي لا دي مهمه مش دلوقتي دي لا دي هتبقى الناس هتفهمها اكتر وهكذا فهو صراحه ما فيش حاجه معينه ممكن اقول لحضرتك عليها نعمل سبوت عليها دلوقتي يعني كذا حاجه افكار كتير جدا يعني ممكن تطلع بتحددوا اولويات على حسب الافكار بالظبط بتفقوا عليها على اي حال ده مشروع فريق 3 مشروع كبير بدأ بخمس افراد بقى 165 فرد انتج 8 ابلكيشن كلهم ميدل ايجيبت وكل فخ نشكركم شكرا جزيلا هنتابع معاكم ولما يكون بقى في اطلاق في مشروعات ثانيه نكون موجودين يا رب ان شاء الله باذن الله حسن جود لك وجود لك في ال 165 يا رب شكرا جزيلا نورتونا شكرا لحضرتك جدا مره ثانيه بنشكر دينا نبيل وحسن علاء بن فريد في بشكرك كمان يا اسماء وانا كمان نشكر مشاهدينا بكره كمان نشوفكم ان شاء الله على الف خير وصحه وسعاده